الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وكان الله بكل شيء عليما. يا
تحيتهم يوم يلقونه سلام هو وأعد لهم أجرا كريما وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأعد لهم أجرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر بأن لهم من الله
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.